وصيام 3 أيام من كل شهر، مش لازم تكون في وسط الشهر. يعني كان السيدة عائشة تقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم في مروي الإمام مسلم في صحيحه: لم يكن صلى الله عليه وسلم يبالي من أي الشهر صامها. يعني في الغالب في سنة النبي أو في هدي النبي أنه كان يصومها في وسط الشهر، ما نسميه بالأيام البيض أو بالليالي القمرية، ولكن من الممكن أن يصومها الإنسان في بداية الشهر، من الممكن أن يصومها في نهاية الشهر، أو على حسب، ممكن واحد يصومها عنده أجازة مثلا يوم الأحد والسبت مثلا، يريد أن يصوم السبت والأحد بنية أنه يصوم 3 أيام من كل شهر، على حسب ما يتيسر له. ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى مساحة زمنية واسعة، بحيث الإنسان إن لم يستطع أن يصوم في وسط الشهر، من الممكن أن يصوم ممكن يكون في وسط الشهر مريض، أو ألم به مرض، أو المرأة ألم بها العذر الشهري، فهل تفوتها عبادة الصيام وهي حريصة عليها؟ لا، من الممكن أن تصومها في نهاية الشهر، من الممكن أن تصومها في الأول، وهكذا على حسب ما يتيسر للإنسان.